السؤال هنا، ليه الفيديو هو أحسن وسيلة تسوق بيها شغلك؟ هقولك ليه؟ علشان أساس نجاح شغلك مبني على الثقة بينك وبين جمهورك. في الفيديو بيقدر يكبر الثقة دي زي الشركات والبراندات الكبيرة، بتقدر من خلال الفيديو توصل للجمهور بشكل أسرع. وفي أن هنقدر نقدم لك الفيديو بتاعك بأكتر من طريقة تشد انتباه الجمهور ويتفاعلوا معاها، لأن الأفكار كتير بس طريقة عرضها هو الأهم. وده طبعاً هنحققه لك من خلال فريق تصوير محترف بقيادة أستاذ ديسو إسماعيل، مصور وزارة الخارجية ومدير دي أم، واللي من خلاله قدرت دي أم تنفذ العديد من الأعمال زي أفلام تسجيلية قصيرة وإعلانات وبرامج طبية. مش بس كده، ده كمان تصوير حفلات وسيشن واجتماعات ومؤتمرات ورسائل علمية وكليبات. وطبعا ما تنساش ان كل ده من خلال احدث معدات التصوير والإضاءة اللي بتقنيت Full HD و4K. وعلشان تطمن اكتر، دي ام بتمتلك استديوهات مجهزة على اعلى مستوى من الاجهزة. وطبعا بعد ما هنصور لك الفيديو هيدخل في مرحلة المونتاج والجرافيك، واللي فيه جرافيك 2D و3D وكمان مونتيرز وديزاينرز مش طبيعيين. ودلوقتي جه الوقت اللي أقولك انت لازم تتواصل معايا، بس الأول تقرر وتعرف انت عايز ايه. ما تقلقش من الأسعار خالص، أصل دي مش هدفنا. دي ام ميديا، انت هدفنا.